أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. الحضور الكريم، مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وفعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وهذه اللقاءات المباركة تأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الدينية والسياسية على تعريف الناس بصحيح الدين وإعلام الناس بأمور دينهم من مصادرها الشرعية ومن مصادرها الصحيحة. اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيوف هذا اللقاء، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف للقاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ ربيع الخولي مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، ويضيف هذه الكوكبة فضيلة الشيخ محمد العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وفضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. كما يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور جمال عبد العزيز عثمان، عضو مكتب مساعد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لشؤون الامتحان والتدريب. أهلا بكم جميعا على مأدبة الرحمن. وفي هذا اللقاء المبارك نلتقي حيث نتلو آيات ربنا تبارك وتعالى ونتدارس كتابه الكريم ونتضرع إليه بالدعاء والابتهال. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك في مجلسنا هذا وفي جلستنا هذه، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب، ودائما نستهل لقاءنا ونبدأ بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ القارئ الدكتور صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. مستمعينا
الكرام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل، ونحن معكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. مستمعينا الكرام، الإسلام حرص في كل جوانبه على بناء الشخصية المسلمة القويمة. هذا البناء شمل كل مناحي حياة الإنسان، البناء الحيوي والبناء الفكري والثقافي والبناء الصحي. في كل مناحي الحياة اهتم الإسلام بالإنسان ليكون إنسانا صحيحا نافعا لدينه ولبلده ووطنه. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعيش مع كلمة طيبة مباركة لفضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، يحدثنا تحت عنوان البناء الثقافي للشخصية المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، في هذا الأسبوع الثقافي وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا جميعا. وحديثنا عن البناء الثقافي للشخصية المصرية. الحقيقة أن الشخصية المصرية سماتها لم تتغير، فهي شخصية أصيلة ليست مشوهة وليست مؤلفة من تكوينات مجتمعية أخرى، بل هي شخصية أصيلة. وهذه الجملة التي يطلقونها علينا الفراعنة، كما يقول الباحثون، لسنا فراعنة ولكن نحن القدماء المصريون. والذي يدل على ذلك القدماء المصريون أن فرعون هذا هو اسم وليس صفة، ليس لقب وليس صفة، بدليل وقال فرعون، لم يأتي في القرآن معرفا. أما الذي جاء في القرآن الكريم وقال الملك ائتوني به، وقال العزيز، قالوا يا أيها العزيز، هكذا جاء معرفا لأنه لقب. لكن فرعون لم يأتي معرفا في القرآن الكريم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ثم قال الباحثون إن فرعون هذا ليس مصريا بل هو من الهكسوس، وذكر ذلك أيضا الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في ورقة بحثية مهمة في غاية الضرورة. الأمر الآخر، كان حاكم مصر يستمد شرعيته من قوانين ماعت، وهذه الجملة الفراعنة لم ترد في اللغة المصرية القديمة، لم ترد كلمة الفراعنة نسبة إلى فرعون، مما يدل على أن المصر القديم كان موحدا، أنه يستمد قوانينه من قوانين ماعت وهي 42 قانون. فهو يؤمن بوجود الإله ويؤمن باليوم الآخر، والدليل على ذلك المقابر والتحنيط الذي كان يقوم به المصري القديم. هذه القوانين أتلوها على مسامعكم لتعلموا أن المصري القديم كان موحدا وكان مؤمنا وكان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه القوانين، أنا لم أرتكب خطيئة، المفروض أنه هو بيقولها عند سؤال الملكين بالنسبة لنا نحن، فهو يقولها لماعت في العالم الآخر، يقول أنا لم أرتكب خطيئة، أنا لم أقتل، أنا لم أسرق، أنا لم أزني، أنا لم أكذب، أنا لم أهدد السلام،
أنا لم أسلب الآخرين ممتلكاتهم، أنا لم أفعل الشر، أنا لم ألفق تهمة لأحد، أنا لم أغش، أنا لم أكذب، أنا لم ألعن، أنا لم أدنس جسدي، أنا لم أتدخل فيما لا يعنيني، أنا لم أخدع، أنا لم أتنصب، أنا لم أتهم أحدا زورا، أنا لم أرهب أحدا، أنا لم أتمادى في الغضب، أنا لم أتصرف بالعنف، أنا لم أستخدم الأفكار والكلمات الشريرة، أنا لم أخرب ممتلكات الإله، أنا لم أتصرف بوقاحة. وانتبهوا إلى هذه الجملة الأخيرة، أنا لم ألوث ماء النيل. ماء النيل ماء مقدس عند المصري القديم، لا يمكن له أن يلوثه، لأنه يعلم لو أنه قام بتلويثه سيحاسب في العالم الآخر. فهذه هي اعترافات يقولها كان عندما نسأل نحن في القبر سؤال الملكين، يقولها لماعت في المحكمة التي تعقد له بعد موته في العالم الآخر. وقفت على سمات الشخصية المصرية، من هذه السمات الاعتدال، أن الشخصية المصرية معتدلة، نفسيته، أخلاقه، عقليته، خامته، معدنه، جوهره، روحه. والدكتور جمال حمدان في كتابه الشخصية المصرية يقول هذه العبارة، يقول الاعتدال مغروس في طبيعة المصري، هو شخصية معتدلة، ليست متطرفة، ليست متهورة، لا، هو شخصية معتدلة. ومن سمات الشخصية المصرية كما حكاها ابن خلدون المرح، ولذلك احنا نجد في المصري المرح والفكاهة والنكتة والبساطة، التعاون، هو شخصية متعاونة، يحب أسرته، يحب الاستقرار. ومن سمات الشخصية المصرية، وهذا في غاية الأهمية، التسامح الديني، شخصية متسامحة. يقول المقريزي في الخطط، وجميع كنائس مصر محدثة في الإسلام بإجماع المؤرخين. وكونها أن هي محدثة دليل على التسامح الديني، إن ما فيش غضاضة عنده، إن في أديان أخرى معاه، اللي هو التعايش السلمي، إنه يعيش معاه اليهودي والنصراني وما فيش أي خلاف ولا أي نزاع، لا، هي شخصية متسامحة. ولم تعرف الحروب الدينية أو المذابح الطائفية، فكما يقول عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، والجند الغربي هم جند مصر. يوضح هذا الحديث كعب الأحبار، يقول مصر بلد معافاة من الفتن. ليه؟ لأن الشخصية المصرية متسامحة، شعب متسامح، يقبل التعايش مع الآخرين. وقد سخر الله لمصر الأزهر الشريف لحمايتها من الأفكار المتطرفة ومن الأفكار الإلحادية. والمصري متدين بطبعه، ولذلك أصلح بيئة لتجديد الخطاب الديني هي البيئة المصرية، المصري. ليه؟ لأن المصري بطبيعته يرفض المساس بثوابت الدين، والتجديد يحتاج ان انت لا تمس الثوابت، تقوم بالتجديد مع عدم المساس بالثوابت. فهو المجدد الذي لا يتعارض مع الثوابت الدينية، يستخرج من الشريعة ما يتناسب مع الزمان والأحداث والمستجدات. يعني فكرة الدين متجذرة عند المصري القديم، فلسفة الموت. ولذلك الإسكندر لما أراد أن يعمل قاعدة في مصر قام بإعلان تدينه. نابليون بونابرت لما أراد أن يكسب قلوب المصريين قال هذه العبارة، أنا أؤمن بدينكم وأحترم نبيكم. فالدخول إلى قلوب المصريين من خلال الدين، الدخول إلى قلوب المصريين عبر الزمان من خلال الدين، لأنه شعب متدين. والمصري بحكم عمله في الزراعة هو صبور ومجتهد، وقد علمه النيل الوفاء والكفاح
واليقظة والحذر، فالإنسان ابن بيئته وابن طبيعته. الشخصية المصرية شخصية شجاعة تتسم بالشجاعة والقوة، والدليل على ذلك إن الشعب المصري وقف في وجوه المحتل، الاحتلال الإنجليزي، الاحتلال الفرنسي، تحطيم خط بارليف المنيع، قول النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أجناد الأرض، فهذا دليل على أنه شعب يتسم بالشجاعة. ونقول يعني لو قال البعض أنت تحدثنا عن طبيعة الشخصية المصرية وأنها شخصية فريدة، كيف نرى ذلك اليوم؟ نقول قالوا مرة للشيخ عبد القادر الجيلاني الولي التقي العالم الفقيه، قالوا له في تلاميذك الصالح وغير الصالح، فأجاب الشيخ قال أما الصالح فهو لنا وأما غير الصالح فنحن له. الشهادة التي شهدها لأهل مصر يوسف عليه السلام عندما دخل مصر قال اللهم إني غريب فحببها إلي وحببها إلى كل غريب، فلا يدخلها غريب من أي دولة تانية من أي مكان تاني إلا أحب المقام فيها. ليه؟ ليه أحب المقام فيها؟ بساكنيها. الشاعر يقول فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت ديارة. السيدة زينب دعت لأهلها وقالت أمنتمونا أهل مصر، لما جاءت إلى مصر أمنكم الله، آويتمونا أهل مصر آواكم الله، نصرتمونا أهل مصر نصركم الله. عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن أهل مصر هم أكرم العرب، وسيدنا أبو موسى الأشعري قال ما أرادهم أحد بسوء إلا كاده الله. وهنا نقف، لا بد من إعادة بناء الشخصية المصرية وهي قابلة للبناء والتجديد وهي مستعدة لازدهار الحضارة المصرية، وهذا لا يتم إلا من خلال التفاني والإخلاص والعمل الجماعي والفكر الجماعي والاجتهاد الجماعي بعيدا عن الأنانية وحب النفس، ملتزمين بتعاليم الدين الإسلامي من أخلاق وعقيدة وعبادات ومعاملات. في النهاية لا نتمنى إلا أن يحفظ الله عز وجل مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر وأهلها وقادتها من كل مكروه وسوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه مزيدا من الرقي والتقدم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا مستمعينا الكرام، فقد عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور علاء الجمال إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في إطار فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وطوف بنا فضيلته حول الشخصية المصرية وما تتمتع به من صفات جميلة وصفات كثيرة على مر العصور، فهذه هي صفات المصريين في كل وقت وفي كل حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بلادنا وأن يحفظها يا رب من كل مكروه وسوء. مزيد من اللقاء حول الشخصية المصرية والبناء الثقافي للشخصية المصرية في هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور جمال عبد العزيز عثمان، عضو مكتب مساعد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لشؤون الامتحان والتدريب. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله.
قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فذكر أحمد يعلو هامة الكلم. والله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أشهد الله جل في علاه أني أحبكم جميعا في الله، وأن حبكم يجري في عروقي وفي دمي، وأن ذكركم طيب طيب في مسمعي وفي فمي. وإن أردت أن أتحدث عن سمات الشخصية المصرية، فاسمحوا لي أولا أن أتحدث عن مصر وعن منزلة مصر. والحديث عن مصر وعن منزلة مصر وعن سمات الشخصية المصرية حديث جليل، حديث عظيم، حديث يرفع شأن المتكلم وشأن المستمع. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والقلب خاشعة والروح يهواها. ورحم الله جل وعلا من قال عن مصر: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ما رماني رام وراح سليما من قديم، عناية الله جندي. كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت، وتلك عقبى التحدي. أيها المستمع الكريم، لو قرأت في كتاب الله جل وعلا لوجدت أن الله جل وعلا ذكر مصر وأثنى عليها وأثنى على أهلها في القرآن 5 مرات بأسلوب التصريح. ولو لم يرد في فضل مصر وفي فضل أهلها إلا حديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عندما دعا لمصر ولأهل مصر بقوله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيا رب لا تحرم مصرنا وبلدنا من نعمة الأمن والأمان. وعندما تطالع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تطالع القرآن، ستجد أن القرآن ذكر مصر بأسلوب التصريح 5 مرات، وذكرها بأسلوب التلميح ما يزيد عن 30 مرة. وعندما تطالع سنة سيدنا رسول الله، ستجد أن النبي المصطفى كان يحب مصر، بل كان يحب أهلها، وكان يثني على مصر ويثني على أهلها. فإن رأيت رجلا يعرف معدن الشعب المصري ويعامله معاملة طيبة ويعامله معاملة عظيمة، فاعلم بأنه استجاب لنداء سيدنا رسول الله للمصريين، وهو يقول: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها. استمعوا إلى وصية سيدنا رسول الله: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وعلى أرض مصر عاش جمع من الأنبياء، عاش خليل الرحمن إبراهيم، وعاش يعقوب، وعاش سيدنا يوسف، وعاشت الأسباط أولاد سيدنا يعقوب،
على أرض مصر، ولقد أثنى الله جل وعلا على كثير من نساء مصر، فهذه هاجر أم سيدنا إبراهيم، امرأة ضربت أروع الأمثلة للمرأة المصرية عندما تركها خليل الرحمن وأبو الأنبياء في صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء، لا إنس فيها ولا أنس، وليس معها إلا رضيع، وليس معها طعام يكفيها، فقالت له: إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. وعلى أرض مصر عاشت امرأة من كمل النساء، وهي زوج فرعون، وضرب الله بها مثلا في القرآن الكريم. وعلى أرض مصر عاش مؤمن آل فرعون، وعلى أرض مصر يوجد جبل الطور الذي أقسم الله به في القرآن، وسمى صورة باسمه في القرآن، ويوجد جبل التوكل. ووالله لو ظللت أتحدث عن مصر لنفد الزمان ومرت الأيام، وما استطعت أن أوفي مصر حقها. ولكن بعد أن تحدثت عن مصر أتحدث سريعا عن سمات الشخصية المصرية التي عايشناها وتعاملنا معها. فمن سمات وصفات الشخصية المصرية كما قال شيخنا وأستاذنا مع فضيلة الدكتور، من صفاتها المرح، أنهم يحبون المرح ويحبون الفكاهة. وأخذت أسأل نفسي: لماذا هذا الشعب مهما كان عنده من الهموم والغموم، لماذا كان يتحلى بالفكاهة وبروح الدعابة وبروح المرح؟ الجواب في ذلك أيها الأحبة الكرام، أن الشخصي، أن المصري يتمتع بنعمة الرضا بما قدره الله وقضاه، وبما كتبه الله جل وعلا عليه. فكثير منا يؤمن بالقضاء والقدر، مهما تنزل به من مصيبة أو يصيبه من ألم، تجده رابط الجأش، متوكل على الله جل وعلا. والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. ففي حديث جبريل الطويل أن جبريل سأل النبي الأمين: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر. الشعب المصري يتمتع بروح الدعابة، لأنه يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. الشعب المصري يحمد الله في السراء والضراء وفي الغنى والفقر، لأنه يعلم أن الرزق مكتوب وأن الأجل محسوم، ويعلم أن أول ما خلق الله القلم، فقال الله للقلم: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الشخصية المصرية شخصية عاشقة للوطن وعاشقة لتراب الوطن، ولقد تعلم المصريون حب الوطن والحفاظ على الوطن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة في ذلك. فهو القائل: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نتعلم حب الأوطان من سيدنا رسول الله عندما هاجر إلى المدينة المنورة ورفع أكف الضراعة إلى الله ليعلم الناس حب الأوطان، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. ودعا النبي
لأهل مكة بالبركة، فقال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في مدهم، وبارك لهم في صاعهم. ومن سمات الشخصية المصرية أن الشخصية المصرية وقت الأزمات يكونون على قلب رجل واحد، ويكونون كالجسد الواحد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور جمال عبد العزيز عثمان، عضو مكتب مساعد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لشؤون الامتحان والتدريب، ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي يقام في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وكنا في هاتين الكلمتين نستمع إلى صفات ومقومات الشخصية المصرية، وفضل ومكانة مصر التاريخية التي لا تخفى على أحد، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يحفظ لمصر أمنها وسلامتها، وأن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه. إنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونعيش ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا يا رب. يممت وجهي نحو أحمد سيدي، يممت وجهي نحو أحمد سيدي طه الأمين، وكان
هو سيد الكونين من بين الورى وهو الشفيع وسيد السادات وإليك يا مختار كل محبة وإليك يا مختار كل محبة إني بحبك أعتلي الجنات يممت وجهي نحو أحمد سيدي طه الأمين طه الأمين وكامل الهيئة هو سيد هو سيد هو سيد الكونين من بين الورى وهو الشفيع وسيد السادات وإليك يا مختار كل محبة وإليك يا مختار كل محبة إني بحبك أعتلي الجنات وإليك قلبي والمديح ومهجتي وإليك قلبي وإليك قلبي والمديح ومهجتي يا من بذكرك تنجلي العثرات أنت الحبيب أنت الحبيب وأنت مصباح الدجى والنور في الظلمات كن لي شفيعا في القيامة سيدي كن لي شفيعا في القيامة يا
سيدي حتى أرقى في النعيم بذاتي ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل شيخ ممدوح أبو زيد وكانت ختاما لهذه الليلة المباركة والتي قدمناها لحضراتكم ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية مباركة من فضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإنه لمن حسن الطالع أن يأتي هذا الأسبوع وهذه اللقاءات مع بداية عام هجري جديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان لمصرنا الحبيبة ولكل العالمين اللهم آمين يا رب العالمين أشكر لحضراتكم وأشكر لكل من قام على هذه الفعاليات سائلين الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا اللهم آمين يا رب العالمين شكر الله لكم ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.